السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر عيد فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله اللي غادي نديروا لواحد الريفيو الاس 9 بلس اللي صيفطات لينا بانغوت. غير كنضحك معكم ان شاء الله بحول الله. غادي نشوفوا غير واحد مراجعة خفيفة. مشيت تقديت واحد الهاتف اللي هو هذا، مشيت شريت واحد الاس 9 بلس اللي هو حيت التليفون ديالي تخسر كما تشوفوا هنايا، تهرس تشرشم، داكشي علاش ضروري خاصني هاتف. وفكرت مزيان، قلت شنو شي تليفون اللي غيكون مزيان اللي فيه جوده عاليه ديال الكاميرا وتكون فيه بزاف ديال المزايا اللي انا نستافد منها. لقيت بلا اس 9 بلس ولا اس سامسونج الاخر هو اللي غيحل لنا المشكل ديال هذا الشيء كامل. خوكم تاع عنده مع تيعجبو الكاميرا تكون صافيه، فيديوهات فول اتش دي. هذه اكشلي بغيت كاع نهضر باللونجلي انايا. هذا الهاتف هذا كيصور بالجوده ديال 4K اللي هي 4K. داكشي علاش مشيت جبت هذا الهاتف هذا، وان شاء الله بحول الله نشوفوا شنو كاين ونديروا به فيديو ان شاء الله بحول الله ونشوفوا الجوده ديالو. هذا الاس 9 دوز معايا المرحله ديال الاستعمار اللي انا الصراحه ما كيعجبوني زعما نكون متبع الموضه. على سبيل المثال خرج اس 9 نمشي نجيبو، خرج ايفون كدا نمشي نجيبو، ولا كدا. انا اس هاو 6 قديم شارف ومازال كنت نصور به، كنت ندير به التصاور، كنت نصور به فيديوهات، غير هو طاح ليا الان وتشرشم كما تشوفوا، تشتت. وداكشي علاش وشافوا عندي واحد في الخدمه قال لي واش تبيعوا ليا ب 150. داكشي علاش غادي نبيعوا له ب 150. قال لي نعطيك 150 فيه، قلت له صافي خذو 150 خذو. داكشي علاش غادي نحطو هنايا ونشوفو الهاتف اللي ان شاء الله بحول الله اللي غادي يكون فائل الخير ديالنا، ونتمنى ان شاء الله بحول الله يدوم حتى هو ما نشرشموش بحال هذا الاس تاع هذا. داكشي علاش المهم مشيت للشركه ديال تي موبايل، حيت انا عندي انا الشركه ديال تي موبايل. داكشي علاش كنمشي للشركه اللي انا معاهم ديجا. على سبيل المثال انا اللي ديجا معاهم عندهم بحال قلتي لابولمو. داكشي علاش مشيت جبت هذا من عندهم اللي هو هذا كما تيبان لكم. هو هذا شي حاجه واعره. على سبيل المثال الا عندك بحال هذا الهاتف هذا، ما عندك ما دير بهذه الكاميرا اللي قدامي اللي هي كانون 70 دي، ولا تكون عندك كانون جي 7 اكس ولا جي 7 اكس 2، حيت تصور بال 4K وتصور صور رائعه جدا، وبواحد بحال قلتي تعطيك اللون بحال اوتو كوريكشن ديال الالوان اللي تديرهم في اللوجيسيالات ديال المونتاج، يمكن لك ديرهم غير بهذا الهاتف هذا. داكشي علاش جبته باش نستغل شويه الوقت، ما بقاش نضيع الوقت بزاف. حتى الا كنت خرجت ودرت بغيت ندير شي فيديو نصور غير بهذا ونقاد دوك الالوان به النيت ونحاول نحط الفيديو باش ما حيت كما شفتوا الاخوان تنتعطل بزاف في اليوتيوب باش نلوح لكم فيديو، ومازال ما حطيتش لكم السلسله اللي هي الفيديو الثاني ديال الاي بي. تقولوا لي يا ناصر صيفط لينا الفيديو ديال دير لينا الفيديو الجزء الثاني ديال الاي بي، ومازال ما تنديرش لكم، مازال ما بغيتش نديرو، مازال كنجمع المعلومات بزاف باش ان شاء الله بحول الله الفيديو اللي غندير يكون شامل. على سبيل المثال يكون شامل فيه جميع المعلومات، حيت مازال غادي نبقى تابعكم حتى تحققوا المبيعة الاولى ديالكم في الاي بي. داكشي علاش الا كنتم مستعدين نشوفوا شنو كاين في هذا الهاتف. المهم الاخوان حاولت حليت انا هذه العلبه هذه مين كنت عندهم في تمايا، حيت هما تيجيبوا لك الهاتف وكيحطوه في العلبه وكيسدوا داكشي كامل عاد تيعطوك الهاتف باش تشوف داكشي كامل، وكيمكن لك انت تقول لهم الا بغيتي. على سبيل المثال حيت انايا علاش حليت هذه العلبه هذه عندهم، حيت قلت لهم هذا الهاتف ديت لهم هذا اللي مهرس، قلت لهم بغيت هذا الشيء كامل اللي هنايا عندي تصاور وكل شيء ردوه لي في هذا الهاتف هذا. داكشي علاش حلوا العلبه، وكما تشوفوا هذا هو الهاتف اللي هو هذا. نشوفوا شنو كيجي معاه هنايا. تجي معاه واحد كارت سيم، تجي معاه هاد اللعيبات هادو، وكتجي معاه كيجيو معاه واحد اللعيبات ديال ليزيات، وكيجي معاه ليزيات حتى هما اللي هما واعرين بزاف دوريجين. وغادي نحطو هادشي كامل، غنشوفو حنا الهاتف، بغينا غير التليفون حنايا ما بغينا حتى شي حاجة. نحيدو له هاد الميكا اللي تجي معاه الفوق هي هادي. هذا هو الاس 9 بلس، اس 9 بلس هذا هو اللي كنت شفته وقلت علاش لا ما نشريهش، حيت فيه جوده ديال التصاور بزاف واعرين والفيديو فيه واعر، داكشي واعر بزاف. غادي نحاولوا نشعلوه
الصراحه ما غاديش نطول الفيديو بزاف حيت فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي نشوفوهم هنايا غنكتشفوهم. داكشي علاش الا الناس اللي باغيين مهتمين بهذا الهاتف هذا يقلبوا عليه غير في يوتيوب وغادي يلقاو الناس شارحين هادشي. انا بغيت غير فقط نديرو هاي تي موبايل الشركه اللي انا معاهم كما تشوفوا هي هذه، وهي الامر اللي هو جميل جدا. هي من مشيت شريت هذا من مشيت ناخذ هذا الهاتف هذا شنو لقيت؟ لقيت بلا واحد البروموسيو تيعطيوك طابليت بالمجان من تشري هذا الهاتف، تيعطيوك طابليت بالمجان. داكشي علاش راه يعني الطابليت تاع لهيه نمشي نجيبها. من تاخذ هذا الهاتف هذا اللي هو الاس 9 بلس ولا اس 9 زائد كيعطيوك هاهي تيعطيوك طابليت اخرى جديد، تيعطيوك هاد الطابليت هادي معاها، تيعطيوك هاد الطابليت هادي وفيها على سبيل المثال يمكن لك فيها نمره تاعي جديده، يمكن لك المهم تحاول تتصل بشي واحد الا بغيتي، فيها كلشي فيها كلشي. داكشي علاش راني نحاول نجبدوها، حتى هي براند نيو باقا جديده مازال ما استعملتهاش كاع كما تشوفوا، باقا بالميكا ديالها. تجي مع هذا الهاتف من تشري الاس 9 بلس، من تشري اس 9 بلس ها هي الطريقه اللي قلت لكم الاخوان شتيها. حاول ترد من الهاتف القديم من الفيديو على سبيل المثال ترانسفير واتس امبورتنت، من هذاك المعطيات اللي عندي في الهاتف القديم رديتهم في هذا الهاتف الجديد هذا. وهذه ها هي الطابليت اللي كتجي مع هذا العرض هذا، كما تعطوك هذا الطابليت هذه هي حتى هي مزيانه غير هي ما شنو نديرو بالطابليت. عندي 16 طابليت هنا في الدار، ما عندي هادي غادي نحاولو نبيعوها للباترون تاعي، غنحاولو نقولو له عطيني شي 100 دولار فيها كلشي لبيع. المهم الخوت راه تنحاول نقول لكم كلشي لبيع حيت غادي نلقى 1000 ميساجات ناصر راح صيفطها لينا وكذا. راه باش تصيفط هادي غتخلص عليها شي 150 دولار. عندي هادي وعندي هادو، داكشي علاش انا ما مهتمش بهادو. عندي هادو وعندي شي حاجه اكثر من هادو، شي حاجه كثيره 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 اللي هي غاليه بزاف، هي هذه هي الحاجه الكثيره اللي ما تتفارقنيش ديما عندي في المكتب هنايا. داكشي علاش الاخوان شفنا الهاتف، داكشي زواون غادي نحاولوا بقا ناخذوا به دابا التصاور، بقا نديروا به شي تصاورات وبقا نلوحوهم في الانستغرام. الانستغرام ديالي هو تلقاوه لتحت ناصر عيس بلوكس، دخلوا غادي تلقاو فيه تلقاو شي تصاور مصورهم بهذا الهاتف هذا. داكشي علاش الاخوان ما نطولوش الفيديو بزاف، بغيت نبان لكم السلسله ديال الاي باي ان شاء الله بحول الله راه مازال غادي نستمر فيها، راه ما نسيتهاش. فقط زير لايك سبسكرايب الا كنتي جديد على القناه ديالي ناصر عيس بلوكس، وشي كومونتير باش تشجعني. بيس لكم، شكرا لكم بزاف وتهلاو ليا براسكم.